استثناء حظي به نظائرهم ممن سبقوهم في سنوات الماضية، لكن لعبة الحظ توقفت عندهم هذا العام، فلم يحظى طلبة السادس الإعدادي ممن خاضوا الامتحان النهائي لعام 2020 بفرصة الدور الثالث. الصدمة لم تكن هنا، بل كانت في التوقيت الذي أعلنت خلاله وزارة التربية العراقية عن عدم منح فرصة إعادة الامتحانات النهائية المحددة لمصير هؤلاء الطلاب للمرة الثالثة، فقد أعلنت الوزارة عن ذلك بالضبط مع نهاية امتحانات الدور الثاني لهذا العام. أسباب مختلفة دفعت بالعديد من طلاب السادس الإعدادي الاتكاء إلى الدور الثالث، من أبرزها اعتيادهم أن السنوات السابقة شهدت هذا الامتياز لنظائرهم، والكثير منهم حصلوا معدلات عالية تؤهلهم لنيل مقاعد في جامعات وكليات مهمة، ما دفعهم لتأجيل مادة أو اثنين قد تتسبب بتخلخل ما جنوه من معدل. وقرار إلغاء الدور الثالث بشكل مفاجئ ترك المتفوقين من المؤجلين بموقف لا يحسدون عليه. لا اعتراض على إلغاء قرار امتحان الدور الثالث، فهو بحسب المختصين يؤدي إلى ترهل الواقع العلمي في العراق، لكن لسان حال الطلبة يقول كان الأجدر بالوزارة التنبيه في وقت أبكر حتى لا يعلق المتربصون من الطلبة آمالهم على خوض هذه الفرصة.